السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. احنا شرحنا الموقع ده قبل كده وحطينا فيه 10 روبل، استثمرنا فيه 10 روبل، والنهاردة هنعمله إثبات سحب. هنفتح بنك البير، فتحنا بنك البير، هنخش على الموقع، هنعمل جمع من هنا. هسيب لكم رابط الشرح الاولاني للموقع اسفل الفيديو مع رابط الموقع. كده احنا جمعنا الرصيد، وصل فوق اهو. هنخش على البير، هنلاقي 1089 روبل. هنعمل طلب دفع من هنا اهو من فوق. هنعمل ريفرش للصفحة، زي ما انتوا شايفين السحب تم. هنخش على البير، هنعمل ريفرش، وصل السحب بنجاح اهو، 100 روبل و31 سنت. استنوا عشان في سحب تاني. هنخش على الاحالات من هنا، هتلاقي رابط الإحالة، المكتسبات من الإحالة اهي، هنعمل لها برضو سحب. هنخش على البير، 91 روبل بعد 1000، هندوس طلب، هنعمل ريفريش، زي ما انتوا شايفين اتصفرت. هنخش على البير، هنعمل ريفريش، 93 روبل بعد 1000. يبقى كده الموقع شغال وبيدفع واشتغل عليه الموقع كويس، وحاليا لحد الآن هو كويس. الموقع لسه جديد، سجلوا فيه واستفادوا منه، هو لسه في أوله. احنا لما استثمرنا 10 روبل كان فيه هنا 32، السرعة بقت 352، كانت 32 بس بقت 52. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجداد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.